بالي سرى عبالي مرى لخيالي سرى وجع السنين دفوا بالحنين وجع لنا من وراء ناس من دفا ما بتعرف جفا وناس من دفا ما بتعرف جفا من نبع الوفا خطفوا هالحبا وجع السنين لفوا بالحنين وجع السنين لفوا بالحنين لناس من ورا ناس وناس معدنهم ألماس ناس وناس معدنهم شربوا من الكاس شربوا من الكاس شربوا من الكاس شربوا من الكاس دل القلب احترى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله يرحمك يا أم خالد خاطبك كنت قليت لك بيض أكلته مع الحمص شبك؟ ما بمتقلك شي بدي روح يا حاطي خيارة بدك شي؟ لا حبيبي هاي واحدة عم سبحها باي والله موفق يا عمري موفق يا قلبي آخ شو هالجيل منيحة بس ان شاء الله ما يكون بالبناية في ورشة خياطة او حدا عم يرمم بيته لانه بالنسبة لي اهم شيء الهدوء لا اطمن ما عنا هيك شيء بنوب بالعكس البناية كتير رواق وهدوء اكيد رح تستمتع وتنبسط عنا توكلنا على الله ونعمل الاتكال انا اسفة استاذ ماجي بس كنت عند الست ميس عم خلص لها اغراضها قبل ما تجي من وظيفتها ام طاهر وطاهر
بينوبوا عني هون بالبناية بغيابي، وأي شيء بتأمره حضرتك هني بخدمتك. من عيوني، إن شاء الله ما منقصير. سيد أبو خالد، كنت عم بقول لك على أم طاهر وطاهر ابنها. يعني يا سيد أبو خالد، طالما عجبك البيت أكيد رح تقضي وقت عنا كثير ممتع، وهي أم طاهر وطاهر بخدامتك، أي شي بدك إياه من تنظيف لأكل لشرب. أم طاهر شو بنا؟ سيد أبو خالد، خير في شيء؟ لا لا، ما يمكن نزل السكر معي شوي من الصبح، ما لي أكل. أم طاهر، عسري حضر شيء يأكله الأستاذ أبو خالد. يلا. على عيني. سيد أبو خالد، شو رأيك طالما عجبتك الشقة ننزل هيك نخلص أمور البلدية شغلة خمس دقايق؟ يعني واضح إنك تعبان، خلص منأجلها. كون أحسن. قضيت عمري متغر، وبعدني متغر. الله أعطاني المال بس أخذ مني راحة البال. اللي بعمري بكون عايش بين أولاده وأحفاده. أنا انحرمت من الولد، وانحرمت من أم خالد على بكير، بقيت وحيد. حتى أولاد أخواتي يا دوب يسألوا عني بالسينما. يعني حضرتك ليش ما تجوزت بعد المرحومة؟ وين بدي لاقي مثلها؟ بكفي نرضي تعيش معي محرومة من الضنا. يعني إن؟ ما بجيب أولاد. عدم مؤاخذة، يعني ما عندك بيت جيت تستأجر هون؟ قادر بدال البيت اشتري بيوت، بس لمين وليش؟ وما بقى بدي من هالدنيا غير شغلة واحدة بس. شو هي؟ اني ضل قادر زور أبر مرتي أم خالد، وأرى للفاتحة على روح الطاهرة. أنت مين اللي قال لك عليه؟ أمي ما كانت عم تزبط له بيته؟ عم حكى لقصته. يا خسارة، الزلمة بيشبه بابا. امتى بنلاقي لنا شي واحد يحبنا هيك بهالطريقة؟ دخلك هذا وزينة، ما عاد حكيتي معه؟ لا ما عاد حكيته، حذفت رقمه من أول يوم راح فيه. غريبة، مع إنك كنتي جانة عليه. أنت قلتيها، كنت جانة عليه. نحن ما جنيت عن جد طقم خيل. ذكرتيني بحالتي انا وهمام، جنينا لنا هالكم يوم، منيح يرجع لي عقلي. يعني انتو خلص خلصت قصتكم، ما بقى في شيء؟ تجي للحق، اي ما صار شيء. كلهم هالكم يوم اللي فتنا فيهم مع بعض على الجامعه فكرت حالي بحبه.
ولي علينا نحن البنات، يا ريت هيك دائما نقدر نفكر بعقلنا. حبيبتي ما رح تزبط. طيب لبنى، فرضي همام حط عينه على شي وحدة من هدول البنات اللي معكم بالجامعة، شو بتعملي؟ بتتحرقصي؟ ما بعرف. لا يمكن. يا عليك شو كذابي. اي والله والله لا تتحرقصي والدود ياكلك اكل، انا اللي بعرفك. لا اكيد لا. لا 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 صعبي. كيفك امي؟ منيحة. وين كنتي غاطة كل اليوم؟ ما شفتك. اجا مستأجر جديد على بيت ماجد. والله؟ بتصدقي ما حسيت عليه؟ وانت كنتي كل النهار عنده؟ ايه يعني زلمة كبير بالسن ومريض، عنده سكر الله يعافيه، نزل سكر وفجأة وما في عنده حدا، قام ضليت جنبه. الله يعافيه. آمين. وين ساندي بيل؟ عند سارة. من وين هاي الوردة؟ أنا جبتها. من وين جبتيها؟ ليكون همام عطيها للبنى. جبتها من بيت ماجد، لقيتها هنيك. شو؟ طاهر لا تكبس على نفس اختك، بتختنق. خليها تتنفس. لا تردي امي، لا تردي مشان الله. راسي مطوش طوش، مالي خلق بالمرة على تفتيقات اهل البناية. الله يعيني عليك. الو، اهلين ام حسان. نفض الاذان؟ يلا يلا جاي. ايه دقيقتين. بفضل الأعظم. سيد أبو خالد لازمك شيء. تفضلي وردي. تسلم ايدك. أنا عندي شغلة شوي فوق، بس انزل إذا لازمك شيء. لازمني سلامتك. غيرك بيدفع مصاري ليشتغل مع واحد مثل أزينة. علاقات، معارف، سفر، روحة جاية. جاي انت عم تتبطر على النعمة؟ لك خد منه مصاري واشتغل. شو بدي اشتغل؟ اعمل سيخ شاورما ولا افتح محل موبايلات ولا مطعم فلافل ولا بيع عوامي ومشبه؟ اي وحدة من هدول حبيبتي. هذا الشغل كله مو جايب همه. يا الله، طب لقي لك شغلة جديدة. انت عيني، أعطيني هيك شي شغلة لحتى أدرسها أنا وياكي. أما تقولي لي والله خد مصاري أزينة واشتغل فيهم، هاي ما بساويها. اشتغل وزير.
تفضل. ام طاهر، ما راح اشرب القهوة لتجيبي فنجان وتشربي معي. استاذ ابو خالد، مشان الله ارحمني، انا ماني عارفاني اشتغل ولا عارفاني احكي ولا اني عارفاني امشي. ولادي مش تلقين علي. صورة مين هاي؟ انت قليل. لا تقلي صورة مرحومة. صدقوا اللي قالوا، بيخلق من الشبه 40. جيبي فنجان. منين كل هالورد؟ صدقني ورحمة أبي ما بعرف من جاي كل هاد الورد. شو القصة، سر يعني؟ ولا الدنيا عم تشتي ورد؟ ليش ولا مرة شفته على مدخل البناية؟ ما طلب مني شيء إلا ما تشوفه. عم يدفع منيح ولا كحته؟ ماشي الحال. طيب أنا رايح أدفع فواتير المي والكهرباء لأهل البناية، إذا لزمك شيء خبريني. مشي. يسلم. يسلموه. الله يسلمك. متعدي تاكلي؟ لا انا بفطر بكير. اصبح وانا بدي اكل. لا ايه بينزل السكر عندك. انا شبعان، شيلي الاكل. شيلي يلا. طيب خلص رح سايرك بلقمتي. هيك ها ثلاثة على راسي. هلا فتحت نفسك. الله يخليك. عشان صحة. تفضل. هيك بالسيارة. طيب لك بعد الحبايب بيعادوا بعد الحبايب عجب العلي بيعادوا والقلب دايب بعد الحبايب بيعادوا 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 بعد الحبايب بيعادوا بعد الحبايب لما اكتشفت اني ما بجيب اولاد صرت حس ان المصاري هن اولادي واولادها، صار كل همي اجمع مصاري والحشن قدامها مشان عبي عينها وما تفكر انها تتركني. فكرت حالي قاضي غرر، طلعت المسكينة آخر همها المصاري،
وأبلاني فيي مثل ما أنا بدون أولاد، وما بدها مني غير الكلمة الطيبة والعاطفة والحنان، وأنا ما عم أقدم لها غير المصاري. ومالي عرفان من السرطان عم ينهش بجسمه، وإنه مال الدنيا كله ما بيزيد ساعة واحدة بعمره. يعني لا أنا عرفت عيش ولا خليتها تعيش. الله يرحمها. ما بعرف ليش حكيت لي قصة حياتي، يعني عمري ما حكيت على حدا، لأنه بعد ما توفت المرحومة وتركت الشغل صرت وحيد، لا في حدا أشكيله ولا في حدا أبكيله. منيح اللي فشيت قلبها، الواحد بيختنق إذا ما حكى. قضيت عمري قوي وجبار على نفسي قبل غيري، بس بعد العمر وبعد ما كسرتني الدنيا صرت حس حالي ضعيف ودمعتي سخية. عسلامتك، بس انت ظلمت حالك لانك بقيت وحيد بعد وفاة المرحومة. هلأ بلشت اندم، بس مين بدها تقبل تاخد واحد بعمري وما بجيب ولاد؟ عسلامتك، انت الخير والبركة. بعدين في كتير ستات بتمنوا السترة وعمرهم يعني قريب من عمرك. طيب وإذا قلت لك لقيتها؟ وين لقيت؟ لساتك قاعد مطرحك. أم طاهر، على سنة الله ورسوله تتجوزيني؟ شو؟ على سنة الله ورسوله أكرر، تتجوزيني؟ وأنا عم كرر شو قلت؟ أنت وبنتك بتكون جننوني؟ بتكون جننوني؟ لك شو صار لها؟ كلمة وطلعت من الرجال، مو معناتها اللي قاله صار. كلمته فيها وقاحة، عيب على واحد بعمره يحكيها. ما كفر قبل ما يقول تتجوزيني قال على سنة الله ورسوله. بس عم تعيديها؟ عم تعيديها كمان قدامي مرة تانية؟ بدك الموت تطلع من راسي؟ بدك تضلك بهالحالة؟ دائما عقلك صغير ودمك حامي بطعمة وبلا طعمة؟ اسمعي لقلك، على بيت ماجد ما في فوتة طول ما هذا أبو خالد ما تفوت فيه. بالله، وإذا طلع سكر أو نزل مين بده يلبيه؟ ينمحل. لما قلتي لي ختيار مريض قلت ملقح على الفرشه، مو قدران يحمل كاسه المي لحتى يشربها، طلع مجدد شبابه وعين الله عليه. اسمع لك، رح اجي معك ما رح فوت لعنده، بس اذا اتصلوا بده شيء بدك تلبيه ورجلك فوق رقبتك وبدون ما تغلط بحقه ولا بحرف. عم تفهم؟ امي عن جد بدك تتجوزك؟ حلي عني انت التانية. مرحبا. اذا سمعك تقيل مرحبا.
مرحبا. وين رايح؟ بس ترد المرحبا بقول لك وين رايح. عم اسألك وين رايح؟ أهلين أخي أبو خالد. لازمك شيء؟ أولاً أنا مو أخوك. ثانياً بدكم تسمحوا لي فوت لعندكم على البيت اشرب فنجان قهوة، لأنه إلي كلمتين مع ابن أخي طاهر. والله بدك ما تأخذنا، نحن مشغولين، بس إذا لازمك شي كرمال الأستاذ ماجد تكرم عينك. قلت لكم شو لازمني؟ وأنا قلت لك نحن مشغولين. إيه قال، وأنا رح أستنى هنيك على الكرسي من هون ليصير عندك وقت تسمع شو بدي. منيح هيك؟ أهلاً صديقي. كيفك؟ منيح، وأنت كيفك؟ منيح. شو شايفك مو بالمدرسة اليوم؟ إيه أنا قلت لأبي وأمي إنه بطني عم وجعني مشان ما أروح على المدرسة. وبكرة رح يجعك بطنه؟ بكرة راسي مو بطني. آه ما لك بردان؟ لا أنا كتير بردان. يه الدفة الدفة. يعني أنت ما لك بردان؟ لا معناتها انت قوي. حبيبي الله يخليك لاهلك. يا ايه على راسي هلا بخلي طاهر يطلع نشوفه. لا لا ليك قدامي رح يطلع دغري. ايه والله البيت بلا مي خرابه. ايه وهو نازل بدق عليكم. ايه مشان يقولكم شو الوضع. على راسي طاهر قوم اطلع على الاسطوح شوف خزان بيت ابو عبده ليش ما في مي. ماني متلحلح من هون طول ما العينتين قاعد. شوف اذا مفكر بدي فوتو على البيت بدي اذن منك او خايفه منك بتكون كثير غلطان. قوم اطلعوا بلا زغر عقل. قلت لك ماني متلحلح من هون وراح اتصل بالاستاذ ماجد يجي يشوف لنا الصرفه مع هالمصيبه. وها فرجيني شو بدك تساوي. مرحبا عمي ابو خالد. اهلا. خير شو صاير؟ في شيء؟ دور عن اذنك. الله يعينه. الوحدة صعبة. عم تحكي هالحكي عنه ولا عن حالك؟ مو معوشة ملعونة، كشفتيني مو هيك؟ عم بحكي عنا نحن اثنين، بس الفرق بيني وبينه وجودك انت واخوك بحياتي. انا ما بعرف شو بده وليش هيك عم يتصرف، بس الاصول انه نسمعه للرجال. لا بدي اسمعه ولا بدي حدا يسمعه ولا بدي اياه يحكي اصلا ولا بدي اياه بكل هالبنايه من اصله لولاك انت. خلصنا بقى يا ليش هيك مكبر الموضوع يا ابني. يا طاهر انا من حقي احكي وانت من واجبك تسمعني طالما انا ما تخطيت حدودي. شو بنا طاهر ما بعرفك هيك. خير عمي ابو خالد شو القصه؟ يمكن انا غلطت لأني حكيت مع أم طاهر قبل ما أحكي مع طاهر. يعني الأصول كان لازم بلش من عنده. يمكن يا ابني يا طاهر أنا بيشرفني أطلب منك إيد الست الوالدة على سنة الله ورسوله. شو؟
تتجوز ام طاهر؟ لا عن جد فاتن، عن جد عن جد عم تحكي؟ سمعتها؟ ايه معك حق ما تصدقي. لك شو بكن يا جماعه؟ والله الموضوع عادي، ليه مستغربين؟ عادي؟ ام طاهر يجي يا عريس ونص بنات البلد معنسين عادي؟ لك شو بنا ميس؟ هي اسمي ونصيب. بعدين لازم تعرفوا شغله، ابو خالد طلب مني يشتري الشقه اللي ببنايتكم، قالوا بده يسجلها باسم ام طاهر. عن جد؟ اي والله. حلو حلو كثير، معناتها ام طاهر رح تصير جارتنا الباب على الباب. ايه مبروك. الله يبارك فيك. بكره بتروحي تبتو طبخي لها. ان شاء الله الف مبروك ست ام طاهر، ان شاء الله الف مبروك. بتحبي زلغط لك؟ لا 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 قويها. شو يا تاري المي ماشيه من تحتي وانا ماني حاسس. لا طاهر زين كلامك، لا تخبص، عرفت شو عم تحكي. بأمرك امي بأمرك، بس مشان الله ريحي لي بالي، قولي لي انك ما عم تفكري بحكي ابو خالد وانك ناهي القصه. انا شايفه انه القصه بتستاهل واحد يفكر فيها. انت بتغرسي ما بدي اسمع حظك. لا ما رح اخرس. شو هي امك وما امي؟ ولك يا حماره، انت موافقه انه امك تتجوز؟ ليش لا؟ لا عيب ولا حرام. بعدين اذا بتفكر بالقصه بتلاقي له الا مصلحه فيها. يعني مو حاجه امك تعب وشقى؟ ما حلا بقى ترتاح تعيش معززه مكرمه؟ حميد ربك اللي اجانا واحد مثل عمي ابو خالد بده يشتري لامك بيت، ومو اي بيت، بيت بالبنايه اللي صرنا عم نخدم عليها 10 سنين. خلي كل يلي كان مستوطي حيطنا يغير رايه ويصير يعملنا اعتبار بهالبنايه. هي هي القصه، بدك تجوزي امك كرمال استاذ همام واهله. ايه كرمال استاذ همام واهله، وكرمالك انت كمان يا زكي. حرام ابو خالد اذا فتح لك مشروع تسترزق منه؟ مو احسن ما تضل قاعد عم تشطف الدراج وتكب اكياس زباله؟ اذا بيفتح لي بواب الجنه انا ما بدي. يا لطيف شو عقلك صعب؟ بعدين ما بدك تسال امك؟ هذا الموضوع بيعنيها ما بيعنيك انت. يا صباح الخير والفل والياسمين والحبق والمنتور، شو بعد في؟ شو في من صباحية الله؟ خير إن شاء الله. طاهر كيفك يا ابني؟ كيفك عمو؟ الحمد لله بوجودكم بخير. كنت جاي لكم إنه وصيت على تاكسي يجي ياخذنا على بلودان نتغدى سوا هنيك. ايه وليش على بلودان؟ ليك بسيمه اشرح وارياح. ايه شو علي بسيمه؟ ناخذ غدانا معنا بس. خلصنا شبك؟ يا ريت تقبلي الهدية مني. مالها من قيمتك يعني بس. خديها. معلش يا ابو خالد. يسلموا ايديك. خليها لظروف احسن من هيك. خايف الزمن ما يمهلنا. ابو خالد. مثل مالك شايف عندي بنت صبية وعندي شاب، عندي بنت لسه أكبر منها عندها ولدين. هالحكي كله بعرفه أنا، بس أنا لساتني عند كلامي، طالب إيدك على سنة الله ورسوله. كرمال الله وكرمال رسوله وفرقنا بريحة طيبة. يا ابني عيب عليك تحكي معي، أنا بقد أبوك يمكن قد جدك كمان، تحكي معي بهالأسلوب. تعرف أنا شو شايف قدامي هلا؟ شو شايف؟ شايف ولد صغير خايف إنه أمه تضيع منه. أنا ولد صغير؟
أنا ولد صغير وستين صغير. لما بتحكي معي رجال لرجال بتبدل صغير. على فكرة هي الخبطة ما خوفتني. لك طاهر؟ لك طاهر؟ عاد عاد فكر بهالحركات وهالزعبرة بتخوفني. أنا ما بخاف، أنا ماني صغيرة، أنا أمك وأنت أبي. لك مشان الله ارحمينا، مشان الله بدك تتجوزي أنت بهالعمر. شو بهالعمر؟ ولا خلاص راحت علي، بدك تحطني على الراف؟ اطمن ما حيحكوا عليك إلك، حيحكوا علي إلي. شو يعني؟ بدك توافقي؟ لا بعرف، من حقي أفكر. يعني ما في داعي نفكر بالموضوع؟ انتي ما بدي اسمع صوتك بالمرة. لبنى لا تتدخلي. بدي فكر. عز عليك انه امك ترتاح من الشغل؟ ما بتفكر فيني ابدا، ابدا ما بتفكر فيني. غلط اني ارتاح اخر كم سنة بحياتي. انا بشتغل وبصرف عليكم. شفناك فوق وشفناك تحت. ما طالع لعند ابو خالد. ولو روحت علينا طلعت بالودان وبسيمة كمان. أنا صاير فيني مثل ما قالت فيروز، إذا رجعت بجن وانتركتك بشقة لا أدراني فل ولا أدراني أبقى. إذا وافقت أتجوزك رح أحس حالي مجنونة، وإذا ما وافقت أتجوزك كمان رح أحس حالي مجنونة. يمكن أنا استعجلت شوي، يمكن لو تركت لك فرصة تعرفيني أكثر ما كنت ترددتي. القصة أكبر مني، أنا عندي 3 أولاد. إذا بدي أعمل شغلة كبيرة مثل هاي لازم يكونوا كلهم موافقين ورضيانين. طيب إذا المشكلة طاهر أنا برجع بحكي معه وراح ضل وراه لغاية ما يوافق. منيح؟ طيب ما بدك تعرف إذا كنت أنا موافقة ولا لا؟ على على هو ما فهمت إنه إذا أولادك وافقوا وأنت. أنا مثلك، مثلك تماما. بعد وفاة المرحوم ما فكرت اتجوز ابدا، كنت وحيدة وكان ولادي صغار وكنت بحاجة لرجال يوقف جنبي، بس ما قدرت. بعد ما ضحيت 25 سنة ترباية وتعب وصبر عليهم ما بقدر اخرب اللي عملته. يمكن يكون بحق لي ارتاح. ايه بحق لي ارتاح، بس مو على حسابه. طاهر فرحة عمري ما بقدر اشوفه مقهور مني.
خليها معك. ورداتك أغلى منا بكتير. سامحيني لأن أنت وجع السنين لفوا بالحنين.